اسم إلياس خربوش سن 25 سنة وحاليا أنا اتوديون في ليكول 1337. ألوغ كيفاش تهجيت لهاد ليكول 1337؟ كان عندي واحد الباركور نورمال، درت دي زيتود في الإلكترونيك، مورا باك بلوس 3 في لافيزيك، وفينالمون كنت ستابيليزيت في واحد لو بوست في لون سيف. حتى واحد النهار خرجت من الجنب، ما عرفتهاش منين خرجت ليكول 1337. في الأول ما عرفتش، كان كيبان ليا داك الشيء نصبة ديال داك الشيء ديال الغيزو وكذا وهذا. في دخلت دوزت التيست الأول، قلت غنشوف التيست الثاني، ما كنتش فريمون مهتم، تالمون شفت ديك الصعوبة ديالو، قلت هذا هادو ما كيتفلاوش. من التيست عرفت فريمون ما غيخرجوا بنادم غير اللي طيار. من وراها بدات الازمه، طلبت كونجي ما بغاوش. فريمون الا بغيتي تقلب الفيتور ديالك 90 درجه ولا 180 درجه، خصك تاخذ ديسيزيون 100% بديك الدرجه اللي بغيتي تقلب. خديناها 180، ابوندونيت لو بوست، ما ديميسيونيت حيت ما كانش عندي الحق، تمنعت من لي زوفيس ومن ليطا وجيت ندوز البيسين. داك التشالنج اللي درته بحال هكا خلاني فريمون ندوز البيسين، ما كاينش الناس مورا هاد الدار، غيسيقوا لي الخبر غيجي المقدام هاد فلان ما كيجيش. كنت كنقول زعما واش بصح هادشي اللي درت هاد الروينه وكلشي نايض هيلها، علاش خرجتي من خدمتكم؟ كانوا كاع يجوجوني صافي. دازت الشهر الاول ديال القرايه، تما زعما قلت حمد الله علاش انني خرجت من الخدمه، ولكن الحياه في 1337 ماشي هي الحياه على برا. ليكول ديمارات، النيفو ديال الدراري ولا واحد النيفو اللي ما يمكنش في لا بروغراماسيون، لي كلوب تحلوا، كلشي بدا الخدمه، عرفتي داك الشيء. الا كان زعما برا 1337 الوقت كيدوز بون فاسون راه فوا 100 في 1337. زعما سا بروف ك ان هاد ليكول فيها واحد العباد صالحين لواحد الناس سبيسيال كيلقاوهم هنا وكيلقاو راحتهم. وصافي هذه هي الخلاصه ديالي على ليكول 1337.